وده بيجمع ما بين حاجتين، اللي هو الشابتر ده بنتكلم فيه على الانتجريشنز اللي هي التكاملات، وفي نفس الوقت هيبقى مطلوب مننا رسم بعض الدوال اللي كانت موجوده في اعداد. يعني احنا في الشابتر ده محتاجين نراجع على رسم الدوال، وانا ممكن كمان ان شاء الله انزل لكم النهارده ولا حاجه او بكره بالكتير انزل لكم على الجروب ملخص لرسم الدوال اللي كانت عندنا في اعدادي، وهنحاول برضو ما نصعبش قوي في رسم الدوال، بس ده ما يمنعش ان حضرتك تبقى عارف ازاي ترسم الابسولوت فاليو فانكشن، ازاي ترسم الداله التربيعيه البارابوليك فانكشن، ازاي ترسم الداله التكعبيه، الداله الجذريه، كل الحاجات اللي كانت موجوده في اعدادي بصورتها البسيطه ازاي انك انت تقدر تتعامل مع الرسمه بتاعتها. طيب الشابتر ده العنوان بتاعه بنتكلم فيه على مالتيبل اند لاين انتجريشن، بنتكلم فيه على التكاملات المتعدده والتكاملات الخطيه. هندرس فيه ان شاء الله مع بعض، هندرس فيه اولا اول حاجه احنا كنا عارفين في اعدادي او اخذنا في اعدادي ان في عندنا تكامل اسمه تكامل احادي. التكامل ده كان بيبقى تكامل بالنسبه للاكس بس، يعني عندي فانكشن بكملها بالنسبه للاكس، فانكشن بكملها بالنسبه للواي، فانكشن بكملها بالنسبه للتي، او بالكتير زي ما كنت واخدين في البارت ايه مع دكتورة ايناس ان انت لو معاك وانت بتجيب الام كانت داله في الاكس والواي فكنت بتعمل تكامل جزئي، كان يبقى عندي الفانكشن ام داله في اكس وواي فكنت بكامل بالنسبه للاكس كان بيبقى تكامل عادي بس باعتبار ان الواي ثابت، ولو كنت بكامل بالنسبه للاكس الواي فكان باعتبار ان الاكس ثابت. المهم ان المحصله في الاخر ان حضرتك كنت بتعمل انتجريشن مره واحده. هنا بقى بنتكلم على المالتيبل انتجريشن، يعني هتعمل تكامل اكتر من مره، وده ان شاء الله هندرس منه نوعين، يا اما دبل انتجريشن اللي هو يعتبر تكامل ثنائي، يعني بدل علامه التكامل الواحده هيبقى عندنا علامتين تكامل، حاجه كده عامله زي دريفاتيف، مش حضرتك كنت بتجيب الفيرست دريفاتيف والسكند دريفاتيف؟ هنا نفس الوضع، انا هعمل تكامل مره ثم تكامل مره ثانيه. وبعد كده هناخد حاجه اسمها تريبل انتجريشن، تكامل ثلاثي عندك فيه ثلاث علامات تكامل. الصورة بتاعت الدبل انتجريشن بتبقى زي دي كده، علامتين تكامل وعندي فانكشن بنكملها مرة بالنسبة للإكس ومرة بالنسبة للواي. لو عندي تريبل انتجريشن هيبقى عندي ثلاث علامات تكامل، مرة بالنسبة للإكس، مرة بالنسبة للواي، ومرة بالنسبة للزد. الفرق ما بين الانتجريشن والديفرنشيشن إن حضرتك لو كان عندك فانكشن داله في الإكس كنت بفاضلها أول مرة بالنسبة للإكس وتاني مرة بالنسبة للإكس وتالت مرة بالنسبه للاكس، لكن هنا التكاملات بتاعتنا كل انتجريشن بالنسبه لفاريبل مختلف، التكامل الاول بالنسبه للاكس يليه الواي او واي وبعدين اكس، في التريبل اكس واي زد او زد واي اكس او واي اكس زد زي ما انا عايز. ماشي؟ فاحنا هنتكلم في الشابتر ده على النقط الاتيه، اول حاجه ازاي نتعامل مع الدبل انتجريشنز وايه هي الابلكيشنز اللي ممكن استخدمها عشان نهمل الموضوع ده قوي، انا هستفيد ايه من عمليه حساب الدبل انتجريشن؟ يليها ازاي نقدر نتعامل مع التريبل انتجريشن لو عندي تكامل ثلاثي هيبقى عامل ازاي؟ يليها ازاي نقدر نعمل لاين انتجريشن تكامل خلال مسار معين؟ واخر حاجه بنتكلم بقى على نظريه اسمها جرين ثيوري، ازاي نقدر نوفق ما بين التكامل الدبل مع التكامل اللاين اللي احنا هناخدها في نهايه الكورس بتاعنا. دول الاربع حاجات اللي هنتكلم عليهم ان شاء الله، دبل انتجريشن، تريبل انتجريشن، لاين انتجرال، واخيرا العلاقه اللي بتربط ما بين اللاين والدبل انتجريشن خلال شرط معين بنسميها نظريه جرين. تعالوا نبدا مع بعض كده اول نقطه ودي اللي هنتكلم فيها بس النهارده ان شاء الله. اول حاجه دبل انتجريشن معناها زي ما قلت التكامل الثنائي. الصوره العامه اللي موجوده معايا دبل انتجريشن لفانكشن معينه اسمها اف اوف اكس وواي، زي مثلا الانتجريشن اللي كان عندنا في الدوال الاوردينري كده، عايز اكملها دي اكس دي واي، والحدود اللي موجوده معايا بتبقى مرتبطه كالاتي: لو انا عندي الدي الداخليه هي دي اكس يبقى اول تكامل معايا دي الحدود بتاعه الاكس، الدلتا الخارجيه اللي هو بكامل بالنسبه للواي يبقى الحدود الخارجيه بتاعتي هي الواي، ولو اتعكست تتعكس، يعني لو بقى التكامل الاول بالنسبه للواي يبقى الحدود اللي جوه بتاعه الواي واللي بره تبقى بتاعه الاكس، يبقى ترتيب الحدود اللي معايا الفكره ان حضرتك عايز تكامل الفانكشن دي بالنسبه للاكس بدايه من اكس بتساوي A لغايه اكس بتساوي B، وعايز اكملها بالنسبه للواي بدايه من واي بتساوي C لغايه الدي. التكنيك اللي فيها بسيط جدا، كل اللي هيحصل ان حضرتك هتقسم التكامل ده لمرتين. ازاي؟ اولا هنبدا نحسب التكامل الداخلي ده اهو باعتبار ان العلامه دي والدلتا اللي بره مش موجوده،
فتبدا تنفذ الانتجريشن بتاعك ده، تكامل الاف انتجريشن بالنسبه لمين؟ اكس. اذا تنفذ الانتجريشن بالقواعد العاديه باعتبار ان الواي كونستنت، وبعدين نعوض بالحدود مره بالحد العلوي ومره بالحد السفلي، يطلع الناتج اللي معايا دالة جديدة بس المرة دي هنتخلص فيها من الإكس، اللي باقي فيها هيبقى واي. اللي يطلع عليها هقوم نفذ له تكامل بالنسبة للواي وبعدين أعوض بالحدود بتاعته. يبقى خلاصة الموضوع إنك بتنفذ التكامل على مرحلتين، مرحلة أولى تكامل بالنسبة للفاريبل الداخلي وأعوض بحدوده، واللي يطلع هبدأ أعمل له انتجريشن بالنسبة للتكامل الخارجي اللي معانا. والنتيجه النهائيه بما ان ده يعتبر ديفينيت انتجريشن، يبقى معنى كده ان لازم التكامل اللي موجود معايا يطلع في الاخر عباره عن رقم، لازم يطلع في الاخر نتيجه قيمه محدده، لان ده يمثل بالنسبه لي ديفينيت انتجريشن. ناخد كده اكزامبل بسيط. بصوا معايا الاكزامبل البسيط جدا ده، بيقول لي هنا ايه؟ ايفالويت التكامل الدبل ده، دبل انتجريشن. الفانكشن اللي انا عايز اكملها اللي هي تناظر الاف اوف اكس وواي هنا اسمها اكس تربيع زائد واي تربيع. ترتيب الانتجريشن بتاعك انا عايز اكامل اولا بالنسبه للاكس ثم اكامل بالنسبه للواي. الحدود بتاعه الاكس هي الداخليه من اكس بيساوي صفر الى اكس بيساوي واي، الحدود الخارجيه من اول واي بيساوي صفر لغايه واي بيساوي 1. ننفذ الانتجريشن بتاعنا ده ازاي؟ بسيط جدا، ركز كده معايا. علشان ننفذ الانتجريشن ده اقول كده الانتجريشن بتاعي بيساوي، هنثبت علامه التكامل الخارجي واي بيساوي صفر الى واي بيساوي 1، وهثبت الدلتا اللي بره اللي هي دي واي، ونبدا ننفذ التكامل الداخلي فقط حسب انت بتكامل بالنسبه لمين. دلوقتي انا عايز اكامل اكس تربيع زائد واي تربيع لكن بالنسبه للاكس باعتبار ان الواي كونستنت، يبقى تكامل الاكس تربيع بالنسبه للاكس يبقى عباره عن اكس تكعيب على 3، بينما تكامل الواي تربيع بالنسبه للاكس يديني واي تربيع في ايه؟ في اكس. ونبدا نحط الحدود اللي موجوده معانا. الحدود الداخليه اللي كانت بتاعه التكامل الداخلي بتبدا من اكس يساوي صفر لغايه اكس يساوي واي. ملحوظه مهمه جدا بالنسبه للتكامل الدبل، الحدود الخارجيه لابد تكون ارقام، بينما الحدود الداخليه ممكن تبقى ارقام وممكن تبقى دوال، لكن ما ينفعش الخارجي يبقى دوال. ليه؟ عشان لازم التعويضه الاخيره تطلع في الاخر عباره عن كونستنت رقم، لكن الداخلي يسمح زي ما هو عايز، يبقى ثوابت ماشي او يبقى دوال مفيش مشكله خالص. تعالى بقى نبدا نعوض. يبقى انا دلوقتي معايا لسه تكامل من واي بيساوي 0 لغايه واي بيساوي 1 دلتا واي. نعوض مره بالحد العلوي، اشيل الاكس واحط مكانها واي، يبقى انا معايا واي تكعيب على 3 زائد واي تكعيب. ده التعويض بالحد العلوي، شلت كل اكس وحطيت واي، شيل الاكس وحط مكانها واي. ناقص التعويض بالحد السفلي، اشيل كل اكس موجوده معايا واعمل سبستيوشن بالصفر، يبقى انا عندي هنا صفر على 3 وعندي صفر في واي تربيع، يبقى المحصله كلها صفر. ايه اللي انا هلاحظه دلوقتي؟ الناتج اللي طلع معايا بعد اول عمليه تكامل بقى عباره عن داله في الواي. عايز انفذ الانتجريشن بتاعها بالنسبه لمين؟ بالنسبه للواي. تنفيذ سهل جدا، نبدا ننفذ الانتجريشن ده. ده عباره عن واي تكعيب على 3 زائد واي تكعيب، يعني 4 على 3 واي تكعيب، دي كلها كده 4 على 3 واي تكعيب. ونبدا ننفذ التكامل بتاعنا ده، يبقى 4 على 3 واي اس 4 على 4، يعني يطلع النتيجه ثلث واي اس 4. ونبدا نعوض بالحدود من واي بيساوي 0 الى واي بيساوي 1. عوض مره بالحد العلوي ومره السود يا جماعه ومره بالحد السفلي، شيل الواي وحط 1، يبقى الناتج بتلت
شيل الواي وحط مكان الحد السفلي اللي هو صفر صفر، يبقى الناتج النهائي بتاع الانتجريشن بيساوي كام؟ بيساوي دوت. تمام كده؟ ده كده بيمثل بالنسبه لي الريزلت النهائي بتاع التكامل زي ما انا متوقع. بما ان الانتجريشن بتاعي ده يعتبر ديفينيت انتجريشن، تكامل محدود، يبقى لازم الريزلت اللي هيطلع معايا في الاخر عباره عن رقم. السؤال بقى، السؤال هو الرقم ده بيمثل ايه؟ انا كنت عارف لما كنا شغالين في اعدادي ان ناتج التكامل بتاعي لفانكشن معينه ده كان معناه المساحه تحت المنحنى بتاعي خلال الفتره بتاعه التكامل. يعني انا لو بكامل ساين من صفر الباي معناها ان انا عايز اعرف المساحه اللي تحت المنحنى ساين من صفر الباي كانت بتساوي كام، مش كده؟ لو كنت بكامل اكس تكعيب من صفر الواحد فكنت عايز اعرف المساحه اللي موجوده تحت منحنى الداله التكعيبيه من صفر الواحد كان بكام. السؤال بقى، وانا شغال مع الدبل انتجريشن الناتج اللي طلع بيمثل ايه؟ قال لي النتيجه اللي طلعت بتمثل ابلكيشنز كتيره جدا اعتمادا على تعريف الاف اوف اكس وواي، الحاجه اللي انت بتكملها هي مين. تاني هنا عشان تقدر تقول التلت اللي معايا ده هو التلت ده مساحه ولا حجم ولا هو عامل ايه بالظبط، التلت ده بيمثل ايه؟ قال لك على حسب تعريف اف اوف اكس وواي اللي موجوده معاك دي بتمثل فيزيائيا ايه. ايه الابلكيشنز دي؟ بيقول لك كده، الابلكيشنز اللي موجود بيقول لك لو انت الاف اوف اكس وواي دي بتساوي واحد يبقى حضرتك دلوقتي الانتجريشن بتاعك ده دبل انتجريشن واحد دي اكس دي واي، يبقى التكامل ده لما انت تنفذه وتطلعه يبقى انت كده بتحسب الاريا اللي محصوره ما بين الحدود دي. لو الاف اللي معاك دي بتساوي واحد يبقى ناتج التكامل اللي هيطلع يطلع بتلت يطلع بنص يطلع بربع، يبقى ده يمثل بالنسبه لنا المساحه المحصوره ما بين اكس بيساوي اي اكس بيساوي بي واي بيساوي سي واي بيساوي دي. ده اول ابلكيشن معايا. الابلكيشن الثاني، اذا كانت الاف اوف اكس وواي دي بتمثل الثيكنس بتاع منطقه معينه يبقى ده معناها ساعتها ان التكامل اللي انت شغال عليه بيمثل بالنسبه لك الفوليوم، لان عندك مساحه لما اضرب المساحه في التخانه فبيدي لك الحجم. الاحتمال الثالث، لو كانت الاف اوف اكس وواي اللي موجوده معاك دي بتمثل بالنسبه لك حاصل ضرب الرو في التي، الرو بتاعتك دي اللي هي الدنستي الكثافه بتاعه المنطقه بتاعتك مع السمك او التخانه بتاعتها، يبقى في الحاله دي التكامل اللي انت هتنفذه يمثل ايه بالنسبه لك؟ الماس، الكتله اللي موجوده عندك خلال المنطقه اللي انت بتحسبها، وهكذا. يبقى على حسب تعريف الاف اللي موجوده معاك تمثل بالنسبه لنا ايه بيتغير معاك شكل الانتجريشن بتاعك ويتغير المعنى بتاعك. لو انت بتكامل واحد اللي هيطلع لك ده يمثل المساحه اللي بين المنحنيات، لو الداله اللي موجوده معاك اف دي بتمثل بالنسبه لك الثيكنس يبقى ده يعتبر حجم المنطقه اللي انت بتحسب عليها المساحه. لو الاف اللي موجوده معاك دي عباره عن حاصل ضرب التخانه مع الدنستي او الكثافه بتاعتنا يبقى الناتج اللي انت بتحسبه يمثل بالنسبه لك كتله المنطقه اللي موجوده معاك اللي الدنستي بتاعتها كذا والثيكنس بتاعها كذا. خلاص؟ الجدول اللي احنا بقى هنشتغل عليه، القوانين المستخدمه، اتفضل. نعم، اكس واي مع بعض، اكس واي مع بعض. هي الفكره ان انت لما كنت في اعدادي هوريها لك دلوقتي الفرق ما بينها وبين اعدادي. في اعدادي كنت بتعمل تكامل واحد، هنا هنعمله تكاملين اثنين وهوريه لك دلوقتي. بص معايا بقى لو سمحت، القوانين بقى اللي احنا محتاجين نتعامل معاها فعليا نقدر نقول كده. بص معايا، ان الاريا
الاريا اللي موجوده معايا هي عباره عن دبل دبل انتجريشن دي اكس دي واي على المنطقه اللي انت عايز تحسب مساحتها، حيث ار دي تمثل بالنسبه لك الريجن او المنطقه اللي انت عايز تحسب المساحه بتاعتها. لو انت عايز تحسب الفوليوم ده يمثل بالنسبه لك دبل انتجريشن على المنطقه للثيكنس دي اكس دي واي، حيث الار دي تمثل بالنسبه لك الريجن اوف انتجريشن، منطقه التكامل اللي انت عايز تشتغل عليها واللي فاهم حالا يعني ايه. لو انت عايز تحسب الماس بتاع جسم معين ده يعتبر الدبل انتجريشن لحاصل ضرب الرو في التي، تعمل لها انتجريشن بالنسبه للاكس وبالنسبه للواي. خلاص كده. لو انت عايز تحسب المومنت حول محور الاكس، لو عايز تعرف العزم بتاع جسم معين حوالين محور الاكس ده يمثل بالنسبه لك دبل انتجريشن رو في التي في الواي تربيع دي اكس دي واي، يبقى الداله اللي انت بتكملها هي حاصل ضرب الرو في التي في الواي تربيع. لو انت عايز تحسب المومنت حوالين محور الواي بالعكس، يبقى ده بيساوي دبل انتجريشن رو تي اكس تربيع دي اكس دي واي. ملاحظ الصوره العامه واحده، بس الفرق شكل الاف اللي معاك عامله ازاي. الاف بواحد يبقى الناتج مساحه، الاف هي الثيكنس الناتج فوليوم، الاف اللي معاك رو في التي يبقى انت بتجيب الماس، الاف اللي معاك رو في التي في الواي تربيع جبت عزم الدوران حوالين محور الاكس، بالنسبه لنا هنا يبقى عزم الدوران حول محور الواي. لو عايز تجيب الدوران بتاعك او المومنت بتاعك حوالين الاوريجن يبقى اكس تربيع زائد واي تربيع. لو انت عايز تجيب السنتر اوف جرافيتي مركز الثقل بتاع جسم معين، السنتر اوف جرافيتي اللي معايا ده عباره عن مركز الثقل بتاعي زي ما كنتوا بتدرسوا في الميكانيكا كده، هي الاكس بار بكام والواي بار بكام. احداثيات مركز الثقل بتاع المنطقه اللي انت شغال عليها عباره عن قسمه حاجتين اتنين، المقام بتاعها هي الكتله اللي هي عباره عن رو في التي دي اكس دي واي. طب والبسط، لو انت عايز تجيب الاكس بار يبقى دبل انتجريشن رو تي اكس دي اكس دي واي. ولو انت عايز تجيب الواي بار يبقى دبل انتجريشن رو تي واي دي اكس دي واي. الخلاصه كل دول، كل الهيصه بتاعت القوانين دي كلها بتندرج تحت فئه واحده بس، ان كلهم عباره عن داله بتتكامل دي اكس دي واي. تمام. طيب وعلى حسب هو مين اللي انت بتكامله بتبقى تعرف الابلكيشن، او العكس انت عايز تعمل ايه فبتبدا تحط جوه التكامل بتاعك اللي انت محتاجه. يعني انا لو اديتك الرو والتي وقلت لك احسب لي الفوليوم بس، يبقى كل اللي انت محتاجه انك تحط التي وتكملها. لو قلت لك احسب لي الاريا يبقى انا مش هحط حاجه وهعمل دي اكس دي واي. لو قلت لك حط لي الماس يبقى هتجيب الرو والتي تضربهم في بعض وتعمل لهم انتجريشن. لو عايز تجيب السنتر اوف جرافيتي طبق في القانون بتاعك، عايز اجيب الاكس بار او عايز اجيب الواي بار. بتقابلنا مشكله صغيره، ايه هي؟ ان الوضع الطبيعي للانتجريشن اللي في الحاله دي انه يجي زي دي كده. التكامل اللي موجود معايا بيبدا من اكس بكذا لغايه اكس بكذا، من اول واي بتساوي الى واي بتساوي، يعني هو مديلك حدود التكامل. تبدا المشكله امتى؟ زي ما كانت معاك المشكله وانت في اعداد، انت لما بدات الديفينيت انتجريشن كان بيعلمك ازاي تكامل من صفر لواحد اي اس اكس. وبعدين الوضع تطور انك بدات باستخدام الانتجريشن اللي معاك تجيب تطبيقات، فاكرينها؟ ازاي تقدر تحسب المساحه ما بين المنحنيات؟ ازاي لو عندك المنطقه دي لفت وعملت حجم تجيب الحجم؟ ازاي تقدر تجيب السيرفس اريا وهكذا. فنفس الوضع اللي موجود معايا، انا ممكن ادي لك التكاملات بتاعتك من غير حدود، لكن ادي لك منطقه اللي انا عايز احسب عليها.
وانت المطلوب منك من خلال رسم المنطقه تحط الحدود بتاعه الاكس وتحط الحدود بتاعه الواي. ازاي؟ بيقول لك كده بقى، يعني ايه؟ يعني مثلا هنكتب كده الخطوات اللي انا عايزها الناحيه دي، وهدي لك اكزامبل عليها الناحيه دي بحيث تشوف الاثنين قصاد بعض. مثلا مثلا بص معايا لو سمحت، مثلا بيقول لك جيفن اريجو، انا مدي لك منطقه، المنطقه دي bounded by، محصوره ب، ومدي لك مجموعه معادلات y تساوي جذر x، y بتساوي 3، وال y axis. قلت لك كده انا عندي منطقه محدده باستخدام المعادلات او الدوال الاتيه: y بيساوي جذر x، y بيساوي 3، وال y axis. ما اديتلكش بقى تكامل مباشر زي اللي موجود هنا ده، لا، قلت لك عندك منطقه دي الحدود بتاعتها كدوال، والمطلوب من خلال المنطقه اللي قدامك دي انا عايز اجيب find the area bounded by this region. عايز اجيب المساحه المحصوره ما بين مجموعه المعادلات دي. حاجه كمان بيقول لك، كمان اذا كان الثيكنس بتاع المنطقه دي تي اوف اكس وواي بيساوي اكس، انا عايزك في الحاله دي فايند الفوليوم. يعني ايه بقى؟ ركز معايا كده بعد اذنك. ده الشغل الفعلي بتاعنا اللي هو ايه؟ ان انا بدل ما ادي لك التكامل الداله موجوده جواه، وبدل ما ادي لك الحدود اللي معاك بتاعه التكامل جيفن هي كمان، وكل المطلوب منك انك تعمل انتجريشن مرتين وتعوض، لا، انا هعمل معاك حركتين. الحركه الاولى ان انا مش هدي لك الداله نفسها، ده انا هقول لك انا عايز احسب ايه، وانت من خلال المطلوب تقدر تعرف القانون وتحط الداله اللي انت عايزها. بمعنى انا دلوقتي بغض النظر ايه المعطيات اللي معايا، هو عايز يحسب مين؟ الاريا، وعايز يحسب مين؟ يبقى ده معناها على حسب اللي هو عايزه انت اللي بتكون الداله اللي انت عايز تكملها. يعني انت دلوقتي لو عايز تكامل الاريا على حسب القوانين اللي معانا، يبقى المفروض الاريا دي عباره عن ايه؟ دبل انتجريشن واحد دي اكس دي واي. ولو حضرتك عايز تجيب الفوليوم باعتبار ان المنطقه دي مجسمه والثيكنس بتاعها متغير اسمه اكس، يبقى ده معناها ان الفوليوم هو دبل انتجريشن على حسب القانون اللي معاك، الفوليوم بيساوي الثيكنس دي اكس دي واي. في مشكله كده؟ يبقى اول حاجه بدل ما كنت هدي لك التكامل الداله اللي عايز تكملها او الانتجرانت فانكشن معلومه، انت اللي هتكونها بناء على الابلكيشن. عايز الاريا يبقى دبل انتجريشن واحد دي اكس دي واي، عايز الفوليوم يبقى الثيكنس دي اكس دي واي، عايز تجيب الماس يبقى رو تي دي اكس دي واي، عايز تجيب كذا عايز تجيب كذا، حسب اللي هو عايزه انت اللي هتكون الانتجرانت فانكشن. تمام؟ ادي اول حاجه. عندنا مشكلتين تانيين بقى. السؤال الاول، اعمل التكامل بتاعي دي اكس دي واي ولا دي واي دي اكس؟ اول مشكله بتقابلني التكامل بتاعي دي اكس دي واي ولا دي واي دي اكس. انا لما كنت بعمل تكامل واحد كان هو بالنسبه للاكس وخلاص،
لكن لو انا بعمله بالنسبه للاكس والواي، الترتيب بقى عامل ازاي؟ اكمل بالنسبه للاكس وبعدين الواي، ولا انا اللي اعكس دي واي وبعدين الاكس؟ ما هو انا اللي هكونها لسه. بينما تكون زي ده هو جاهز، الترتيب دي اكس دي واي انا هشتغل عليه. لكن انا لو بعمله اعمل دي اكس دي واي ولا دي واي دي اكس؟ ادي اول مشكله. الحدود بتاعه التكامل اكس بكام لغايه كام، والواي من اول كام لغايه كام. يبقى المسائل اللي موجوده على الدبل انتجريشن فيها ثلاث مشاكل. مشكله رقم واحد ان حضرتك تكون الانتجرانت فانكشن، الداله اللي انت هتكملها بناء على التطبيق. اعرف انت عايز تحسب ايه، هتحط الداله اللي انت بتكملها. مشكله رقم اتنين، الترتيب بتاع التكامل دي اكس دي واي ولا دي واي دي اكس. مشكله رقم ثلاثه، انا عايز اجيب الحدود بتاعه الاكس من كام لكام، وعايز اجيب حدود الواي من كام لكام. ماشي كده؟ ثلاث مشاكل تاني. اول مشكله الانتجراند فانكشن، الداله اللي انت عايز تكاملها، ودي على حسب التطبيق. الاريا بكامل واحد، الفوليوم بكامل الثيكنس، الماس بكامل الروف التي، وهكذا. مشكله رقم اتنين، ترتيب الانتجريشن دي اكس دي واي ولا دي واي دي اكس. مشكله رقم ثلاثة، حدود الاكس والواي، اكس من كام لكام والواي من كام لكام. نحلهم مع بعض مشكله مشكله زي ما قلنا. اول مشكله وحليناها، التطبيق من القوانين اللي معانا عرفنا انا هكتب ايه جوه التكامل. تتبقى لي مشكلتين، ترتيب التكامل دي اكس دي واي ولا دي واي دي اكس. المشكله الثانيه الحدود. نبدا بحل اول مشكله، ترتيب التكامل دي اكس دي واي ولا دي واي دي اكس. قال لك الموضوع معتمد على حاجه كنا واخدينها في اعدادي، بنتكلم على ان عشان تحسب الكلام ده هيتم حسابه باستخدام اما شريحه راسيه يا اما شريحه افقيه، او اسهم راسيه بقسمها راسي فيرتيكال او بقسمها هوريزونتال افقي. لو انت كنت بتستخدم شريحه راسيه، شكل الشريحه الراسيه بيبقى كده. بينما لو بتستخدم شريحه افقيه، شكلها بيبقى كده. الشريحه الراسيه بتتميز ان الثيكنس بتاعها صغير، وبيبقى العرض ده اسمه دي اكس. بينما الشريحة الأفقية بتتميز إن العرض هو اللي بيكون صغير بس بيكون اسمه دي واي. لو حضرتك اشتغلت باستخدام الشريحة الرأسية اللي عرضها دي اكس، يبقى من الشريحة الرأسية اللي عرضها دي اكس، يبقى دي اكس بره، يبقى مين اللي جوه؟ دي واي. ولو انا هشتغل بالأفقية اللي عرضها دي واي، يبقى دي واي هي اللي بره، يبقى مين اللي جوه؟ دي اكس. يبقى شوف الشريحة المستخدمة عرضها ايه، ده التكامل الخارجي. مين الداخلي؟ اكيد اللي باين. طب انا كنت بختار بقى بناء على ايه، الشريحة رأسية ولا افقية؟ ايهما اسهل؟ زي ما كنا دارسين في اعدادي وهنفتكره مع بعض دلوقتي. تمام؟ يبقى دي كده اول مشكلة. المشكلة اللي بعدها، ازاي تقدر تجيب الحدود؟ بيتم استنتاج الحدود من خلال الرسم. هستنتج الحدود اللي موجودة معايا من خلال الرسم. هبص المنطقة بتاعتي في اتجاه الاكس من كام لكام، وفي اتجاه الواي من كام لكام. تعالوا ننفذ الكلام ده من خلال الاكزامبل. شوف معايا بقى لو سمحت. انا دلوقتي بقى هعمل ايه؟ نرجع لمسألتنا. بيقول لي جيفن انا عندي منطقة الحدود بتاعتها هي دي، واي بيساوي جذر اكس، واي بيساوي 3 و الواي اكسس. الستبس اللي موجوده معانا زي ما كنا شغالين في اعدادي بالظبط، كاننا بنعمل ريفيجن. اول حاجه كنا بنعملها ارسم المنطقه اللي موجوده معاك. اتنين، من خلال الرسم اعرف المنطقه المحصوره او المتقاطعه ما بين كل المعادلات. تعالوا ننفذ دول الاول قبل ما نكمل. نبدا نرسم. ادي كده محور الاكس، وادي محور الواي. ابدا بالداله الاصعب، واي يساوي جذر اكس. دي عباره عن الروت فانكشن. لو انت فاكر من اعدادي، الروت فانكشن كان ليها اربع اشكال في الاربع ارباع، يا اما الربع الاول او الثاني او الثالث او الرابع حسب وضع الاشارات اللي معاك. هتلاحظ هنا ان الاكس موجبه،
والواي موجبه، يبقوا الاثنين دول موجودين في انهي ربع؟ في الربع الاول. طب هل انت عندك شيفت في المحاور ولا المحاور في مكانها زي ما هي؟ يبقى الرسمه اللي موجوده معايا واي بتساوي روت اكس رسمتها كده. ادي اول رسمه. خلاص؟ اتنين، عايز ارسم واي بتساوي 3. دي عباره عن الكونستانت فانكشن، الداله الثابته. هنرسم خط افقي من عند قيمه الثلاثه اللي هي دي. واي بتساوي 3. ثم اخيرا الواي اكسس، محور الواي اللي هو الخط الازرق اللي موجود عندنا ده. يبقى هنا ده كده محور الاكس وده كده محور الواي. يبقى كده اول ستيب موجوده معايا، رسمت مجموعه المعادلات اللي معايا. واي بتساوي روت اكس جذر اكس، واي بيساوي 3 الداله الثابته، ثم محور الواي. ادي كده اول خطوه. خطوه رقم 2 زي ما كنا بندرس في اعدادي، حدد المنطقه المحصوره ما بين مجموعه المعادلات اللي معايا. عندك المنطقه المحصوره ما بين الثلاثه هي مين؟ ما فيش غيرها، اللي موجوده بين الثلاث الوان هي المنطقه دي. هي دي المنطقة اللي أنا عايز أجيب مساحتها وعايز أجيب حجمها. إذا أنت عرفت إن ده يعتبر بالنسبة لك المسقط بتاعها، بس التكنس بتاعها اسمه إكس. خلاص؟ يبقى أنت كده رسمت، حددت المنطقة. عشان نبدأ ننفذ سواء ده أو ده، الموضوع كله أنت هتكمل واحد أو هتكمل إكس، والتكامل في حد ذاته سهل. المشكلة في الحاجتين اللي قبلهم، ترتيب التكامل دي إكس دي واي ولا العكس، وده بيعتمد على اختيارك للشريحة. تاني حاجة، الحدود بتاعتك، حدود الإكس من كام لكام، وحدود الواي من كام لكام، أو العكس، الواي الأول وبعدين حسب ترتيب. تعالوا نبدأ نحلهم مع بعض على الرسمة مشكلة مشكلة. مشكلة رقم واحد، أعمل الترتيب دي إكس دي واي ولا دي واي دي إكس حسب اختيارك للشريحة. ارجع معايا كده بالذاكرة، أنت كنت بتختار الشريحة بناء على إيه؟ بنبدأ نقسم المنطقة اللي موجودة معايا دي إلى مجموعة أسهم أو مجموعة شرايح، إما رأسية وإما، وكنا بنختارها بناءً على أنا عايز الشريحة اللي تحافظ بقدر الإمكان على إن المنطقة حتة واحدة، عشان يبقى التكامل معايا تكامل واحد. طب وده بنعمله إزاي؟ تعالوا نجرب. لو أنا افترضت إني هشتغل على المنطقة دي باعتبار إنها شرايح رأسية، الشريحة الرأسية هتبقى كده. دي كده الشريحة الرأسية. هتلاحظ دلوقتي إن الشريحة الرأسية اللي أنا عملتها، السهم اللي واقف معايا، مين اللي ماسك السهم من فوق؟ الخط الأفقي الكونستانت فانكشن، ومين اللي ماسكه من تحت؟ الدالة الجذرية. السهم اللي بعده الخط والدالة الجذرية، الخط والدالة الجذرية، الخط والدالة الجذرية. هل على مدار المنطقة كلها المعادلات اللي ماسكة الأسهم أو الشرايح اتبدلت؟ لا. يبقى ده معناها إن الشريحة الرأسية اللي معاك يمكن استخدامها باعتبار إن المنطقة كتلة واحدة أو منطقة واحدة. يبقى الشريحة الرأسية مناسبة ولا مش مناسبة للحل؟ مناسبة. طب لو أنا جربت الأفقية، لو جربت الأفقية كده، مين اللي ماسك الشريحة من اليمين والشمال بقى؟ المنحنى ومحور الواي. طب وكده؟ منحنى ومحور واي. طب وكده؟ يبقى هتلاحظ لو أنا رسمتها بره اهي، أدي المنطقة تانية. لو أنا جربت أشتغل باستخدام الهوريزونتال سلايد معايا، هتلاقي كده، أدي شريحة وأدي التانية وأدي التالتة. هتلاقي الشريحة الأفقية أو الأسهم الأفقية اللي معايا اللي بيحدها من ناحيتين المنحنى ومحور الواي، منحنى ومحور واي، منحنى ومحور واي، منحنى ومحور واي. هل اتبدلت؟ لا. يبقى معنى كده إن المسألة اللي موجودة قدامي دلوقتي الاثنين سهلين بالنسبة لي، يمكن استخدام الشريحة الرأسية ويمكن استخدام الشريحة الأفقية، وهما الاثنين عاملين المنطقة منطقة واحدة على تكامل واحد، فالاختيار راجع ليك أنت بقى. ايه هي الاحتمالات اللي موجوده معايا؟ الاحتمالات كالاتي،
انه يبقوا هما الاثنين ما بيتغيروش وبالتالي الشريحتين ينفعوا، او هما الاثنين لما هرسمهم هيتغيروا يبقى برضو الاثنين صعبين ما عادش فرق ما بين الاثنين. والاحتمال الاخير انك تلاقي شريحه منهم تفضل محافظه على المعادلات اللي ماسكاها والتانيه تتبدل. في جميع الاحوال الخلاصه انت بتدور على الشريحه الاسهل في حسابات التكامل، سواء التكامل نفسه يبقى اسهل او المنطقه اللي معاك تحافظ بقدر الامكان على انها مساحه واحده. كده انا لقيت ان الاثنين زي بعض، تحبوا نشتغل باني طريقه؟ افقيه ولا راسيه؟ خلينا في الراسيه زي ما احنا متعودين، مفيش مشكله خالص. الاثنين زي بعض، ولو عايزين نحل بالاثنين هنعملها. نبدا هنا باستخدام الشريحة الرأسية. تعالوا نحسب الموضوع واحدة واحدة، أنا عايز مرة الأريا ومرة الفوليوم، أو فور أريا. لو أنت عايز تحسب الأريا، الأريا بالقانون عبارة عن إيه؟ دبل انتجريشن واحد. ترتيب التكامل دي إكس دي واي اعتمادا على الشريحة اللي حضرتك مستخدمها. انت استخدمت رأسية التخانة بتاعتها في اتجاه انهي محور؟ اكس، يبقى العرض اسمه دي اكس، يبقى ترتيب التكامل العرض بره والتاني يبقى مين؟ يبقى جوه. صعبة؟ يبقى انت اخترت الشريحة الرأسية اللي الثيكنس او العرض بتاعها دي اكس، يبقى الدي اكس هي اللي بره، اهو هو ده اللي بره. يبقى انا كده حليت اول مشكله ان انا رسمت المنطقه اللي موجوده معايا، حليت تاني مشكله ان عرفت الترتيب المناسب حسب اختيار للشريحه. تتبقى المشكله الثالثه والاخيره، حدود التكامل من كم لكام؟ سهله جدا، هنبدا نبص على الدلتا اللي موجوده معايا. مين اللي جوه؟ دلتا واي. يبقى عايز اشوف السهم الراسي اللي موجود معايا المعادله اللي ماسكاه من فوق واي بيساوي كام، واللي ماسكاه من تحت واي بيساوي كام. بص على السهم اللي معاك، راس السهم المعادله اللي ماسكاه اسمها ايه؟ واي يساوي 3. بينما مين اللي ماسك المعادله اللي في ديل السهم؟ هتلاقي الكيرف اللي معادلته واي بيساوي جذر اكس. وبما ان حضرتك بتتكلم على دلتا واي يعني عايز حدود الواي، يبقى لازم تكتب المعادله بتاعه راس وديل السهم واي يساوي واي يساوي. بينما لو انت اشتغلت مع الاكس يبقى عايز تجيب المعادله اكس يساوي اكس يساوي، خليها بعدين. تمام كده؟ يبقى عايز دلتا واي، بص على السهم اللي انت راسمه او الشريحه اللي انت راسمها، مين المعادله اللي فوق؟ مين المعادله اللي تحت؟ المعادله اللي فوق تبقى الحد العلوي بتاع التكامل، المعادله اللي تحت تبقى هي الحد السفلي بتاع التكامل. اخيرا بقى حدود الدلتا اكس، بص على المنطقه في اتجاه الاكس من اصغر لاكبر قيمه. المنطقه كلها من اتجاه الاكس، اقل قيمه تبدا من عند اكس بكام؟ بصفر. وتنتهي فين اخر منطقه في المساحه خالص؟ عند النقطه دي. اكس فيها بكام؟ هنلاحظ ان نقطة النهاية بتاعة المنطقة بتاعتي هي نقطة تقاطع واي بيساوي جذر اكس مع واي بيساوي 3. لما نحل المعادلتين دول مع بعض يطلع معايا الاكس بيساوي كام؟ 9. من تقاطع المعادلتين. تمام كده؟ يبقى حدود التكامل بتبدا من اصغر قيمه اكس بيساوي 0 لغايه اكبر قيمه اكس بيساوي كام؟ 9. صعبه؟ نقول كمان، الحدود اللي موجوده معايا هي واي بتساوي ولا اكس بيساوي حسب الدلتا اللي انت بتتكلم عليه. الدلتا اللي جوه هي دلتا واي، يبقى الحدود اللي جوه واي تساوي واي تساوي. الدلتا اللي بره هي اكس، اكس يساوي اكس يساوي. الحدود الداخليه بتيجي ازاي؟ من المعادلات اللي ماسكه الشريحه، اللي ماسك الشريحه من فوق كمعادله واي بيساوي كام، واللي ماسك الشريحه من تحت كمعادله واي بيساوي كام. حدود الاكس من الاصغر للاكبر، من اكس بيساوي صفر ادي اول نقطه موجوده معايا اللي هي دي، لغايه اخر نقطه ودي للاسف مش موجوده اضطريت اجيبها، من تقاطع المعادلتين يبقى اكس بيساوي 9، ومنها اقدر اجيب الحدود بتاعتي. كده
خلصنا الثلاث مشاكل اللي عندنا اللي هما التكامل. هكامل مين؟ الواحد ولا الاكس ولا مين؟ ترتيب التكامل هو مين حسب الشريحة؟ الحدود بتاعة التكامل، ودي جاية من خلال الرسم. يتبقى لي أبسط حاجة في الموضوع التكامل نفسه. نكامل بقى، أنفذ التكامل ده إزاي؟ ها؟ هثبت اللي برة من X بيساوي 0 لغاية X بيساوي 9 دي X، وعايز أكامل الواحد بالنسبة للواي. تكامل الواحد بالنسبة للواي واي، واشيل الواي مره بالحد العلوي ومره بالحد السفلي، يبقى ناتج التكامل بعد التعويض بكام على طول بقى؟ 3 ها ناقص جذر اكس. ملحوظه بقى، حد واخد باله من التكامل ده؟ ده اللي كنت انت بتعمله في اعدادي. كنت انت في اعدادي تحسب تكامل واحد، ما كانش عندك لسه الدبل ولا التريبل، فكنت بتقول هي الشريحه اللي معاك عرضها كام؟ دلتا اكس، وطول الشريحة كام؟ واي المنحنى اللي فوق ناقص واي اهي، واي اللي فوق بتلاتة اللي هو الخط اللي فوق، واي اللي تحت اللي هي، فكنت بقول ادي طول الشريحة وادي عرضها، تعمل انتجريشن، يبقى انت كده جبت المساحة كلها. ده اللي كنا بنعمله في عداد. فانت هنا لما بدأت بالدبل عديت في السكة على التكامل العادي. نكمل بقى، عايز اكامل تلاتة ناقص اكس بالنسبة للاكس، يبقى الناتج 3 اكس ناقص اكس اس 3 على 2 ونقسم على 3 على 2، يعني هضرب في ثلثين ونعوض بالحدود بتاعتنا من 0 لغايه 9. ادي الناتج بتاع التكامل. تمام كده؟ كده انت حسبت مين؟ اوعى تنسى الاريا. لو حضرتك عايز تحسب الفوليوم، تفتكر ترتيب التكامل هيتغير؟ لا. حدود التكامل هتتغير؟ لا. امال ايه اللي هيتغير؟ الحاجه اللي انت بتكاملها، انتجراند فانكشن. بدل ما كنت هتكامل الواحد هكامل الداله اللي معاك بقى. والله بقى انت عايز تجيب الفوليوم بتكامل الثيكنس، عايز تجيب الماس بتكامل الروف التي، عايز تجيب كذا كذا كذا، هو ده اللي بيتغير. لكن ترتيب شريحه او ترتيب دي اكس دي واي او حدود مش هتتغير ايا كان الابلكيشن اللي معاك. طب تعالوا كده نشوف. لو انا عايز احسب الفوليوم فور فوليوم، يبقى الفوليوم اللي معايا هو واحد كون لي التكامل، يبقى دبل انتجريشن للثيكنس التخانه اللي موجوده معايا والترتيب بتاعها دي واي دي اكس. الثيكنس اللي معاك جيفن في المساله بكام؟ يبقى هتشيل دي كده وتحط اكس حسب المعطى. اديها لك اكس، اديها لك واحد، اديها لك اكسترا دي زي ما اديها لك. الحدود بتاعه التكامل زي ما عملناها قبل كده، من اول واي بتساوي جذر اكس الى واي تساوي 3، من اول اكس بيساوي 0 لغايه اكس بيساوي 9. نفذ الانتجريشن بقى عادي زي اول مساله. حضرتك هتثبت التكامل الخارجي اكس بيساوي 0 الى اكس بيساوي 9 دي اكس، وننفذ فقط التكامل الداخلي. عايز اكامل اكس بالنسبه للواي، يبقى اسمها اكس في واي، والحدود من واي بيساوي اكس الى واي بيساوي 3. مره اشيل الواي ب 3 ومره اشيل الواي، يبقى انت معاك دلوقتي تكامل لما عوض باللي فوق يبقى 3 اكس ناقص، لما عوض باللي تحت يبقى معايا اكس اس، والحدود من اول اكس بيساوي 0 الى اكس بيساوي 9. تكامل في منتهى التفاهه بعد كده، تكامل 3 اكس ب 3 اكس تربيع على 2، وتكامل دي اكس اس 5 على 2 في 2 على 5، وتعوض مره بصفر ومره 9، ده يعتبر الريزلت النهائي. هتلاحظوا دايما ان اسهل حاجه في المساله التكامل نفسه. اسهل حاجه التكامل نفسه، لانك في الاخر الانتجريشنز اللي موجوده معاك هي ناتجه من تكاملات الدوال البسيطه اللي موجوده، فاحنا ما بنديلكش دوال صعبه. هي المشكله كلها ترتيب التكامل عامل ازاي؟
والحدود بتاعه التكامل من كام لكام ده اصعب ما في الموضوع. غير كده الموضوع في منتهى البساطه. بقول لك هنا ايه؟ فايند ذا فوليوم، انا عايز اجيب الحجم اوف ذا ريجن، عايز اجيب الحجم بتاع المنطقه باوندد باي، ومدي لك المعادلات بتاعتك واي بيساوي 4 ناقص اكس سكوير، واي بيساوي 3 اكس. اذا كان تي اوف اكس وواي اللي هي تمثل بالنسبه لك الثيكنس بتساوي اكس. خلاص ركز معايا بقى لو سمحت عشان نحط قاعده هنشتغل عليها. عندي مساله خلاص معايا المعطيات بتاعتها، المنطقه اللي عايز اشتغل عليها، ومدي لك شويه بيانات زياده، مدي لك الثيكنس، مدي لك الدينستي، مدي لك الاثنين ايا كان اللي انا مديهولك، والمطلوب حساب الفوليوم. تعالوا نشوف تاني مع بعض هنعمل ايه. اول حاجه بنعملها نبدا نرسم مجموعه المعادلات اللي معانا. المره دي صوت يا شباب، المره دي معايا معادلتين اتنين بس. المعادله الاولى داله تربيعيه، والمعادله الثانيه داله خطيه. تعالوا نفتكر مع بعض احنا كنا بنرسم الكلام ده ازاي. بالنسبة للمعادلة الأولى على جنب كده y تساوي 4 ناقص x سكوير. حد فاكر دي كنا بنرسمها ازاي؟ ودي الأربعة دي الناحية التانية، يبقى y ناقص 4 بتساوي ناقص x تربيع. دي كانت معادلة دالة تربيعية. هيحصل شيفت للفيرتكس بتاعها، هيتنقل عند نقطة 0 و4. بما ان الاكس تربيع اللي معاك سالبه، يبقى البارابولا بدل ما هي بتبص لفوق بتبص فين؟ خلاص؟ يبقى من خلال المعادله هبدا بفيرتكس عند 0 و4، اهو 0 و4. البارابولا بتاعتنا بتبص لتحت، يعني شكلها كده. ادي رسمه البارابولا. عايز تزود دقه الحل شويه، ممكن تقدر بمجرد النظر تعرف التقاطع مع محور الاكس بالتعويض في المعادله عن كل واي بكام؟ بصفر. يبقى الاكس تربيع بتساوي 4، يبقى الاكس بتساوي 2 وسالب 2 اهو. ادي رسمه اول منحنى. المنحنى الثاني واي بيساوي 3 اكس، دي معادله خط مستقيم بيمر بنقطه القصر. لما الاكس بصفر الواي بصفر، ولما الاكس بواحد الواي بتلاتة. هنعمل المعادلة بتاعة الخط المستقيم هتطلع كده. في معادلات تانية؟ لا. كده نفذنا أول خطوة، حددنا منطقة أو رسمنا المعادلات بتاعتنا. فين بقى المنطقة المحصورة ما بين مجموعة المعادلات اللي قدامي؟ مفيش الا منطقة واحدة، اللي هي فين؟ دي ولا دي ولا دي؟ أي واحدة؟ كلهم. أنا عايز المنطقة المحصورة ما بين الاتنين بس، ما بين الخط والبارابولا. لو أنا أخدت دي معايا محور الواي زيادة. لو أنا أخدت المنطقة دي بقى معايا محور الواي والإكس زيادة، ما تقلش من ضمن الحدود. لو أخدت دي معايا محور الإكس زيادة. لكن المنطقة الوحيدة اللي بتحصر ما بين المعادلتين بدون أي معادلات زيادة هي دي كلها. دي المنطقة بالكامل اللي أنا عايز أجيب المساحة أو أجيب الحجم بتاعها أو مركز الثقل بتاعها أو أيا كان اللي أنت عايز تجيبه. خلاص؟ يبقى رسمت وحددت المنطقة بتاعة التقاطع. يتبقى لي بقى دلوقتي أنا عايز أحسب مين؟ عايز يحسب إيه؟ كون القانون بتاع الفوليوم. يبقى فوليوم عبارة عن دبل انتجريشن الثيكنس دي اكس دي واي او العكس. الثيكنس اللي معايا بكام؟ اهو اللي هو الثيكنس. تكوين التكامل نفسه زي ما قلنا ثلاث مشاكل، هكامل مين؟ ترتيب التكامل ايه؟ حدود التكامل ايه؟ حطيت الحاجه اللي عايز اكملها بناء على الابلكيشن اللي انا عايزه. طب الترتيب بقى ركز معايا بعد اذنك بقى في المساله دي. تفتكر اشتغل باستخدام شريحه راسيه ولا باستخدام شريحه افقيه؟ ليه بقى؟ للناس اللي مش واخده بالها، لو انا اشتغلت باستخدام شريحه افقيه
الاسهم هتبقى كده. هتلاحظ ان مجموعه الاسهم اللي تحت المعادلات اللي ماسكاها الخط والبارابولا، الخط والبارابولا، الخط والبارابولا، بينما من بعد نقطة التقاطع دي هتلاحظ انها الفرع اليمين والشمال بتاع البارابولا. يبقى معنى كده ان المنطقة اللي موجودة معايا بالنسبة للشريحة الأفقية شايفاها منطقة واحدة ولا منطقتين؟ منطقتين. منطقتين يعني تكاملين، يعني هجيب الحدود مرتين. يبقى هل مناسب بالنسبة لي اشتغل باستخدام الشريحة الأفقية؟ لا. ليه؟ لأنها هتخلي التكامل تكاملين، هيصعب لي الموضوع. يبقى بلاش الأفقية وخلينا نجرب الرأسية. تعال نجرب الرأسية كده. لو بدأت الرأسية أهو، أدي السهم الأول، الثاني، الأسهم بتاع الشريحة اللي معايا دلوقتي. هتلاحظ ان كل سهم من دول راس السهم مع البارابولا والديل مع الخط، بارابولا وخط، بارابولا وخط، بارابولا وخط لغاية الآخر. هل اتبدلت؟ لا. يبقى ده معناها ان الأنسب بقى المرة دي خلال المسألة دي مين الأسهل؟ يبقى اللي فاتت كانوا الاثنين زي بعض بس انا اخترت واحدة، لكن هنا غصب عني مين الأسهل؟ اكيد اشتغل بالأسهل مش الأصعب. الأسهل بالنسبة لي هنا استخدام الرأسية. يبقى بالنسبة لي الأسهل الاستخدام الرأسية. والشريحة الرأسية الثيكنس بتاعها اسمه ايه؟ يبقى ترتيب التكامل الدي اكس بره وبعدين الدي واي جوه. يبقى كده تاني مشكلة، ترتيب التكامل حسب اختيارنا للشريحة. عايز تحفظها ماشي، عايز تفهمها زي ما كنا قلنا ما عندناش مشكلة. رأسية دي اكس يبقى دي اكس بره، افقية دي واي تبقى الدي واي بره. نرجع للمسألة، حل المشكلة الثالثة، فين الحدود بتاعة الانتجريشن؟ مين الدلتا اللي جوه؟ دي واي. يبقى عايز ابص على السهم بتاعي واي المعادلة اللي فوق، واي المعادلة اللي تحت، راس وديل السهم. السهم اللي معايا الراس بتاعه عند انهي منحنى؟ البارابولا اللي معادلته واي بكام؟ نكتب المعادلة كاملة، واي تساوي 4 ناقص اكس تربيع. اللي ماسك ديل السهم هو الخط الازرق اللي معادلته واي يساوي 3 اكس. تمام؟ الحدود بقى بتاعت الدلتا اكس. عايز اجيب المنطقة بتاعتي في اتجاه الاكس من اصغر قيمة لاكبر قيمة. هلاقي ان المساحة بتاعتي ممتدة لغاية النقطة دي. وتنتهي عند النقطة دي. بخلاف المسألة اللي فاتت أنا مش عارف نقطة البداية عند كام، أنا لا أعرفه إن الناقص 2 هي دي. ومعرفش النهاية بكام لأن عارف اللي بعدها 2، لكن دي نفسها بكام؟ أنا مش عارف. من خلال الرسم بقى واضح إن الخط والبارابولا، الخط والبارابولا هم دول اللي بيمثلوا بالنسبة لي نقط التقاطع ما بينهم. عايز أجيب التقاطع ما بين واي يساوي 3 إكس مع واي يساوي 4 ناقص إكس سكوير. بحل المعادلتين يبقى 4 ناقص إكس سكوير بيساوي 3 إكس. يبقى ده معناها إكس تربيع زائد 3 إكس ناقص 4 بتساوي 0. بالتحليل يبقى إكس زائد 4 في إكس ناقص 1. يبقى قيم الاكس اللي معانا بكام؟ بتساوي 1 و سالب 4. يبقى المنطقه بتاعتي بتمتد من اصغر قيمه اكس بيساوي سالب 4 وتنتهي عند اكس بيساوي كام؟ 1. والتكامل بعد كده في حد ذاته ما فيهوش مشكله خالص. انا عايز اكامل الاكس بالنسبه، يبقى اكس في واي مره عوض باللي فوق ومره باللي تحت، يطلع لك كلها حاجات بولينوميال، تكاملها سهل جدا بالنسبه لاكس. فزي ما قلت لكم التكامل نفسه مش صعب. عايز تكون معايا كده، حاولوا تفكروا في الرسمه دي.
عايز اجيب الماس للمنطقه المحصوره بين مجموعه المعادلات اللي قدامك دي. واي تساوي 9 على اكس، واي تساوي 3 اكس، واي تساوي 9 اذا كانت رو في تي بتساوي 2. الدوال اللي موجوده اللي معاك، اول واحده هي عباره عن داله، فاكرين نوعها ايه؟ داله كسريه. الداله الكسريه لو انت فاكر كانت عباره عن رسمتين اتنين، يا اما كان بيبقى فرع في الربع الاول والتالت او التاني والرابع حسب وضع الاشارات اللي معاك. اذا كانت الاكس اللي معاك موجبه فانت بتشتغل اول وتالت، لو كانت سالبه تاني ورابع. المحاور اللي معايا زي ما هي ما اتغيرتش عند صفر وصفر، يبقى الرسمه اللي موجوده معايا كده. دي واي تساوي 9 على اكس. هتقول لي طب التسعه دي تفرق ايه عن الواحد؟ كل اللي بيحصل معاك انها بتغير القيم، لكن انا بعمل مجرد سكتش، ما برسمش رسم فعلي، مجرد عايز اعرف البيهيفير بتاع الفانكشن عامل ازاي. يبقى واي بيساوي 9 على اكس ربع اول وربع تالت. واي بيساوي 3 اكس ده عباره عن خط بالصوره دي. بعد كده واي بيساوي 9 ده عباره عن خط ايه؟ افقي من عند التسعة. السؤال فين بقى المنطقه المحصوره ما بين الثلاث الوان دي ولا دي ولا دي؟ اولا دي مش مقفوله، دي ممتده لغايه ما لا نهايه، اذا دي مستبعده. دي مقفوله ودي مقفوله، بس لو انت لاحظت الجزء ده معاك محور الواي من ضمن الحدود وده زياده، ما قلتلكش محور الواي معاك. بينما المعادله او المنطقه الوحيده اللي الباوندرز بتوعها هي نفس المعادلات بدون زياده او نقصان، الخط الافقي، الخط المايل، الداله الكسريه، يبقى هي دي بس المنطقه الوحيده اللي انا بشتغل عليها. السؤال اللي بعده هو عايز يحسب مين؟ الماس. يبقى ده معناها ان الماس هي دبل انتجريشن رو تي وبعدين الترتيب. الرو تي على بعض هو مدي لك حاصل ضرب الرو في التي بكام؟ باتنين. يطلع الرو والتي دول مع بعض، داله في اكس، داله في واي، داله في اكس وواي، ثابت زي ما تطلع. يبقى الرو والتي هو مديها لك جيفن باتنين. يتبقى لك زي ما قلنا حاجتين، احنا قلنا عندنا ثلاث مشاكل، بكامل مين؟ ودي عرفنا حسب الابلكيشن. ترتيب التكامل حسب اختيار للشريحه ثم الحدود. نبدا بترتيب التكامل بقى. دي اكس دي واي ولا دي واي دي اكس حسب الشريحه؟ افقي ولا راسي؟ افقي غصب عني. ليه؟ لو انا اشتغلت باستخدام الراسيه هتبقى كده، هتبقى كده، وبعدين تبقى كده. هتلاحظ ان في السهمين اللي على الشمال الخط والداله الكسريه، الخط والداله الكسريه، لكن في السهمين اللي على اليمين خط وخط، خط وخط. يبقى ده معناها ان الشريحه الراسيه شايفه المنطقه حته واحده ولا حتتين؟ حتتين، يعني تكاملين، يعني هبذل المجهود مرتين. طب انا لو دورت على الشريحه الافقيه، الشريحه الافقيه هتبقى كده. طول ما انا ماشي، طول ما انا ماشي، الاسهم اللي موجوده معايا بتاعه الشريحه مين اللي ماسكها من ناحيتين؟ راس ودي لسه الخط والداله الكسريه، خط ومنحنى، خط ومنحنى، خط ومنحنى. يبقى هل اتبدلت المنطقه اللي عليها؟ لا. يبقى ده معناها ان الشريحه الافقيه شايفه المنطقه اللي موجوده معايا حته واحده، وبالتالي يبقى المنطقه دي هنفذها بتكامل واحد ولا تكاملين؟ بتكامل واحد.
يبقى معنى كده ان الاسهل المره دي بالنسبه لي ان اشتغل باستخدام انهي شريحه؟ الافقيه. يبقى هنا الافقيه اسهل. لو لاحظت الثلاث مسائل اللي موجودين بثلاث حالات مختلفه، اول واحده الاثنين كانوا زي بعض منطقه واحده، تاني مساله لو انت اخترت الافقيه هيدي لك مساحتين لكن الراسيه فاضطريت اشتغل باستخدام الراسيه، بينما دي لو اشتغلت بالراسيه يدي مساحتين بينما الافقيه منطقه واحده، فانا برضو اشتغلت بالاسهل. خلاص. لو انا حبيت بقى انفذ دي بما اني هشتغل باستخدام الافقيه ان العرض بتاعها دي واي، يبقى ترتيب التكامل هو دي اكس دي واي اهو عشان دي. تمام. اللي بعد الحدود بتاعه التكامل جوه وبره. لو انا عايز الحدود اللي جوه ركز معايا، مين الدلتا اللي جوه؟ دي اكس، مش كده؟ يبقى انا عايز الحدود اللي موجوده عندي على راس وديل السهم من المعادلات لكن على صوره اكس يساوي مش واي يساوي. يبقى لو عندك الدلتا اللي جوه واي يبقى عايز الحدود واي تساوي، لكن لو عندك اللي جوه دلتا اكس يبقى عايز الحدود. تعال نشوف بالنسبه للاسهم بتاعي، دايما راس السهم يبقى الحد العلوي وديل السهم هو ايا كان بقى، سواء انت استخدمته راسيه سواء انت استخدمته افقيه. راس السهم مين المعادله اللي معاه؟ الخط. بس هل انت عايز المعادله زي ما هي ولا عايزها اكس؟ يبقى مين المعادله اللي معاه؟ اي صياغه المعادله يبقى الاكس بكام؟ واي على 3. ده راس السهم. دايما اللي فوق اهو ده كده معادله راس السهم بتاعك. مين اللي ماسك ديل السهم؟ المنحنى اللي بالاسود اللي دي معادلته. هل انا عايز اسيب المعادله زي ما هي ولا اعدلها؟ عايزها برضو اكس يساوي من المعادله الاكس بكام؟ 9. ها فهمنا اللعبه في ايه؟ هيها المعادله، بس انت عايزها واي تساوي ولا اكس يساوي حسب الدلتا اللي معاك. والله الدلتا اللي معاك واي، يبقى واي تساوي واي تساوي. الدلتا اللي معاك اكس، يبقى اكس يساوي اكس يساوي. يتبقى لي حدود بتاعه الواي من اصغر لاكبر قيمه. الكبيره واي بكام؟ ب9. يبقى ده الحد العلوي اهو، واي يساوي 9. طب الحد السفلي النقطه دي، عايز اعرف احداثي واي بتاعها بكام. النقطه اللي قدام عينك دلوقتي هتلاحظ انها تمثل تقاطع اسود مع ازرق، المنحنى مع الخط. يبقى عايز احل المعادله واي يساوي 9 على اكس مع واي يساوي كام؟ 3 اكس. الشمال بيساوي الشمال، يبقى يمين بيساوي يمين، يبقى ده معناها 3 اكس بيساوي 9 على اكس. يبقى ده معناها 3 اكس تربيع بتساوي 9. اقسم على 3 يبقى الاكس تربيع بتساوي 3. يبقى ده معناها يا اما اكس بتساوي جذر 3 بالموجب، يا اما اكس بيساوي ده اللي تحت بقى جذر 3 اس واي. انا كده جه معلش كده انا جبت الاكس بتساوي جذر 3، جبت الاكس، لكن انا مش عايز احداثي اكس، انا عايز احداثي واي. اطلع في اي معادله من دول الواي بتساوي 3 في اكس، يبقى احداث الواي ب 3 جذر 3. يبقى اذا واي بتساوي 3 جذر 3. طبعا هنا موجب او سالب، انت عايز الواي دي الموجب، يبقى 3 جذر 3 واللي تحت 3 جذر 3 بس بالسالب. خلاص. يبقى اصبح دلوقتي الحدود بتاعتي تبدا من اول واي تساوي 3 جذر 3 لغايه واي بتساوي 9. طبعا جذر 3 اللي هي 1.7 لما هتضرب في الثلاثه فبالتاكيد الناتج هيكون اقل فعلا من 9. اذا ده الحد السفلي، وده بس بالنسبه لي الحد الاقل.
زي ما قلت التكامل في حد ذاته في منتهى البساطة، هكمل اتنين بالنسبة للإكس يعني اتنين إكس، وأعوض باللي فوق واللي تحت كلها كلام فارغ، واللي يطلع كامله بالنسبة للواقع. ماشي؟ مسألة البونص بقى بتاعت النهاردة، بقى لنا كتير ما عملناش مسائل بونص. إيه مش إيه أس إكس ولا إيه أس واي، هنا إيه لوحدها ده كونستانت زي الباي اللي هو تقريبا 2.7، فإكس بيساوي إيه أهو، أدي الرسم. فين بقى فين المنطقة المحصورة ما بين الأربع معادلات؟ مفيش غيرها، هي دي. الأسهل الأسهل استخدام شريحة رأسية ولا أفقية؟ رأسية طبعا. لأن أنت لو جربت الأفقية هتلاقي بتتغير كتير ثلاث مرات، يبقى ساعتها وانت عايز تجيب الاريا يبقى دبل انتجريشن، عايز احسب اريا بكامل واحد، خدت الشريحة الرأسية اللي عرضها دي اكس يبقى الترتيب دي واي دي اكس. حدود التكامل بقى جوه دلتا واي، بص على راس وديل السهم، راس السهم هي الدالة دي، الواي فيها اي اس اكس على 2، ديل السهم هو المنحنى ده واي لين 2 اكس. الحدود بتاعه الاكس من اصغر لاكبر قيمه طبعا واضحه جدا، من اول كام اكس يساوي نص لغايه اكس يساوي